بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث حديث عظيم، وهو قاعدة عظيمة من قواعد القضاء ونظام القضاء، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، أي بما يدعون، والمدعي هو الذي يطلب شيئا من غيره، يطلب شيئا بيد غيره. فالقاضي إذا أتاه الخصمان فإنه يقول: أيكم المدعي؟ ثم يبدأ به، لأن الخصمان مدع ومدعى عليه، فيبدأ بالمدعي لأنه يدعي خلاف الأصل، وأما المدعى عليه فهو باق على الأصل والبراءة، فيقول: أيكم المدعي؟ أو يسكت حتى يبدأ المدعي، ولا يقول: يا فلان ماذا عندك؟ إن هذا يخشى أن يكون تحيزا، وإنما يقول: أيكما المدعي؟ أو يسكت حتى يتكلم المدعي، ثم إذا تكلم المدعي يتوجه إلى المدعى عليه ويطلب منه الجواب، يطلب منه الجواب عن دعوى خصمه. هذه أصول القضاء. فإذا اعترف المدعى عليه انتهت القضية، حكم عليه. وإذا أنكر طلب من المدعي البينة، والبينة ما يبين الحق ويوضحه، وهي شهادة الشهود بصحة ما يدعيه. فإذا جاء بالبينة العادلة حكم على المدعى عليه بموجب الشهادة، وإذا لم يأتي ببينة طلب من المدعى عليه أن يحلف، أن يحلف بنفي ما ادعاه خصمه، فإن نكل وأبى أن يحلف قضي عليه، وإن حلف بريء. هذا هو نظام القضاء في الإسلام، نظام متقن ونزيه ومريح. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم أموال قوم ودماءهم. فالمدعي ربما يدعي شيئا كبيرا، يدعي المال أو يدعي الدم ويطالب بقصاص، يدعي أن خصمه قتل يطالب بالقصاص، أو يطالب بمال قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، فلا يعطى بدعواه، لا يعطى بدعواه، لأنه لو فتح هذا الباب وكل يعطى ما ادعاه لحصل الفساد والاعتداء على الناس، وكل من له هوى على أحد ادعى عليه، فلا يقبل منه بمجرد الدعوة ولو كان من أصدق الناس، لو كان من أصدق الناس ما يقبل منه إلا إذا أتى بالبينة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولكن البينة على المدعي. والبينة هي أن يأتي بالشهود، لأنه يدعي خلاف الأصل، لأن الأصل البراءة، أو يدعي خلاف ذلك فيطالب بإقامة البينة. فإذا أتى بالبينة حكم له بموجبها على المدعى عليه، لأن هذا يثبت الحق. فإذا لم يأتي ببينة قال: ما عندي بينة، أو جاء ببينة لا تقبل شهادتها لأنها مجروحة، لا تقبل شهادتها، فوجودها كعدمها، فيتوجه القاضي إلى المدعى عليه، فإن اعترف قضي عليه باعترافه، وإن أبى وإن أنكر قال: أبدا ما لي شيء عندي، فإنه يطلب منه اليمين أن يحلف بالله على نفي ما ادعاه عليه خصمه، وأنه بريء من ذلك. فإذا حلف بالله
لأن جانب المدعى عليه أقوى، لأن معه الأصل والبراءة، فلذلك اكتفي منه باليمين. فإذا حلف فإنه يبرأ حينئذ، تنتهي القضية. هذا هو نظام القضاء في الإسلام. نعم.